سلام صبايا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. إن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين بمناسبة 15 شعبان، بمناسبة قدوم شهر رمضان. الله هيك يبلغنا إياه بالخير والبركة يا رب جميعا. اليوم هيك حبيت شارككم مشواري من الصباح، مو من الصباح هو يعني، بس بعد الظهر. بس هذا أول شي شاركته فيه. حبيت أعمل له موديل لسيلة. رايحة أول شي زيارة لعند رفيقتي، شقة عليها يعني، وبعد منها بدي اطلع لعند رفيقتي الثانية اللي هي رفيقتي الجزائرية، كمان هيك بدي اروح لعندها لزمان ما اجتمعنا. فهيك اول ما بلشنا بالنق تبع السيلة، بنعمل الشعرات ونعمل هالقصص. وبما انه نحن بسيرة الشعر، هيك في كتير صبايا بيسألوني شو المنتجات اللي بتستخدميها، سيرومات، بدنا صورتها، بدنا هي. ايامن انا بنسى والله احط على المنتدى الصورة، بس بدي اعطيكم هيك معلومة بالنسبة للشعر، لأي شعر يعني المفروض كل فترة نغير المنتج اللي عم نستخدمه، لانه بيكون تعود الشعر عليه وما بقى يستفاد. فانا هيك كل فترة بغير المنتج. هلا انا على البانتين بديل الزيت، كتير مرتاحة عليه. وقبل ما اروح لزيارتي الاولى، هيك مرت عند التشتكجي اللي هو بياع الورد، عملت هيك باقة ورد صغيرة ناعمة لهدية اياها. كنت بدي اخذ ورد احمر بس ما لقيت، قال لي البياع انه من وقت عيد الحب يعني ما طلع لسه الورد الجديد، فلهيك مفقود الورد الاحمر. قلت له سبحان الله، يعني ما بيتاخذ الورد الاحمر غير بعيد الحب. احنا زيارتنا الاولى وخلصنا، يعني كانت سريعة هيك، وبعدين رحت لعند رفيقتي. كلكم صرتوا بتعرفوها، وشاركتها قبل هالمرة اسم قناتها نكهة جزائرية تركية، بتقدم هيك وصفات وروتينات حلوة، ووصفاتها الجزائرية كتير طيبة. كانت عاملت لنا حلويات كمان، وحدة بسبوسة بس هيك على طريقتها، وحدة والله نسيت شو اسمها بصراحة. فتنتين كانوا طيبين. بنصحكم تزوروا قناتها إذا حبيتوا فيديوهاتها، هيك يعملوا لي لايكات ودعموها. وبدون فنجان القهوة ما بتحلى القعدة هيك مع الرفقة، خصوصي مع رفقاته الواحد يعني، ما بتحلى هيك قعدته غير مع فنجان قهوة غير شكل. بعتوا لأهلها من الجزائر لرفيقتي هيك شوية أغراض وهيك صمديات، فهي حاسبة حسابنا، يسلم إيديها يا رب يعوض عليهم. كتير حلو ومفيد خاصة هلأ على رمضان. كانت عنا بسوريا الملوخية أسهل أكلة يعني مطبخة، إنه هيك سريعة دغري، نزلي اغسلي وقلي. هون لا، بتركيا وباسطنبول بالذات الملوخية من ياخدها يابسة، فمضطرين ننقيها ورقة ورقة من العيدان، من شي أصفار، من أي شي يعني بقلبها، وبنغسلها كتير لحتى تصير ميتها بيضة، يعني بتضل عم تحل سواد كتير. ما بعرف ليش، وممكن نوعية الملوخية. أنا بضل عم بغسلها لحتى لاقيها هيك صارت ميتها بيضة، يمكن بغسلها 5 أو 6 وجوه يعني بمي باردة، بس عشان ما هيك يتغير قوامها على الزيبقة.
اختلفت الطرق كتير من بلد لبلد ومن محافظة لمحافظة يعني بطبخ الملوخية. في عالم بتحبها ملوخية ناعمة، في عالم بتحب ملوخية خضراء بدون ما تباس، في عالم بتحبها بس يابسة وورق. يعني كتير، أنا بالنسبة إلي كيف ما كانت الملوخية بحب آكلها، يعني ناعمة خشنة خضراء يابسة كيف ما كانت. بس نحنا هي طريقتنا أهل الشام يعني، أو ما بعرف يعني أنا طريقتي هيك بعملها، بقليها بسمنة وبزيت سوا، ما بحب كتير سمنة مع إنه هي كتير طيبة بالسمنة، أو إذا في لية خاروف كمان طيبة بتطلع. بقليها هيك مع توم هيك بقطعه كمان وبقليها معه، بقليهم على دفعات بس مشان يعني ياخدوا تقلاية. تقريبا كل وجبة بقليها بين 5 و10 دقايق لحتى شم ريحتها طلعت. هلا بما انه ما حطيت لها مرقة لحمة او مرقة دجاج، بحط لها هيك بهارات الدجاج وملح وفلفل، واذا بتحبوا بابريكا، بس لانه بنتي سيلا بتحب هاي الاكلة كتير فما بحط لها بابريكا لانه اللي عندي اياها كتير حتى. هيك بقليهم كتير منيح مع بعض، وبزيد لهم قريب الكاسة مي وبغطيهم هيك، مو تغطية كاملة كمان هيك، يضلوا متنفسين شوي لحتى يستووا. ما بياخدوا وقت أكثر من 15 ل20 دقيقة، بس بتضل ناشفة ومستوية هيك بنحبها نحنا الملوخية. بما أنه اللحمة ناعمة كتير عندي فهيك فضلت أني أقليها لحالها. قليت اللحمة وحطيت هيك راس توم كامل كمان هيك هرسته، وحطيت ملح وفلفل، وحطيت كزبرة يابسة. هي الأكلة بدها كزبرة يابسة وكزبرة خضراء، يعني ما بيمشي الحال بدون. إذا ما عندي كزبرة خضراء أنا ما بطبخها. مثل ما شفتوا حطيت اللحمة والثوم مع الكزبرة اليابسة والكزبرة الخضراء آخر شي. هيك زبطت لها ملحة وتركتهم بقى ياخدوا النكهات مع بعضهم، بس شغلة 5 دقايق. كنت عم فلفل الرز كمان جنب منها رز، عندي ابني بحب الرز جنبها، أنا بحبها هيك بالخبزة آكلها أو سندويشة حتى. ضحكوا علي بحط فيها هيك مخلل وشرحات ليمون هيك مثل ما هي الشرحة، يعني بحب كمان أشر الليمونة أو أعصرها، بحطها مثل ما هي بتطلع غير شكل الأكلة. محبين الملوخية يكتبوا لي تحت بالتعليقات شلون بتحبوا الملوخية. من بين كل المخلات عند الاتراك هلا كلهم طيبين، بس في مخلل الثوم انا اول مره باكله بهالبلد، يعني من اطيب الاكلات. جنب هالاكله جربوه وتدعوا لي. الغنية المفضلة عن سيلة حاليا عم تحط كتير وتتسمع عليها رمضان وتجلى وابتسمة. هذا اليوم ما له علاقة باليوم الأولاني اللي صورته، هذا بعد 3 أيام تقريبا يوم اللي وصلوني الجلايل يعني. فهيك بلشت علقون وكنت مقصرة الجلالة التحتانية اللي اسمها هيك الجنيشليك اللي بتجي الساتان السميكة يعني من شان الضوء،
وهيك بلشت تعلقون كلهم، اعطوني رأيكم صبايا كيف طلعوا الستاير. انا حسيتهم كتير غيروا موديل الصالون، يعني حسيته صالون جديد حتى غير اللي اخدته اخر شي اللي هو الرمادي. طاولة النص أخذتها من ترنديول، أخذتها لون ذهبي يعني بتلبق أكثر مع الطقم. وكمان لشغلة تانية، إنه هذا اللون يعني الجروحة ما بتبين عليه أكثر من اللي عندي اللي لونه أسود، عرفتوا علي كيف؟ فهيك أخذتها. وهلا اجت احلى فقره بالنسبه لسيلا، يعني من كم يوم اخذ هاي الزينه، فهي كل يوم بتقلي امتى بدنا نعلقها امتى بدنا نحطها ليوصلوا ستائر الا، وهيك يعني بتعرف الاولاد ونقون. فهي عم تنتظر هاللحظه بدها قد تشارك بكل شيء. شفتوا هذا الطقم اخذته 3 قطع، هي شوي طلعت كبيره هي تبع المد الارتو اللي بتنحط على الطاوله، بس يعني قلت هلا منيحه حلوه يعني مو حاكيه شيء. وحطيت هاي الهدية اللي اجتني من اهل رفيقتي كمان الجزائر، حطيتها ظريفة بكرة للتمر. وفي عندي هذا الهلال والجامع كمان تبع رمضان مبارك. هدول الزينة صبايا اخذتهم، هدول المخدات والمدة وباقي الاشياء اخذتها من عند ليديات اللي بميدان اسنيور قريب من بازار الثلاثة. اذا بتحبوه بحط لكم لينك صفحته على بصندوق الوصف. وهيك كمان حطيت هذا الضوء والنجوم والهلال دارج كتير يعني، وإضاءته كتير حلوة بتطلع هيك بالليل. عندي هدول الوردات الصناعيات من زمان قد ما عندي، يعني وقت طلعت يعني الصندوق اللي بحط فيه الزينة وأغراض الزينة بالتخت طلعته لقيتهم موجودين هن وردات حمر. ففكرت هيك إذا حطيت به الفازة اللي كانت عندي تبع باقة ورد طبيعي، فوقت فضيتها تخطر ببالي إني حط هدول الوردات نقصهم وحطهم. هلا أعطوني رأيكم كيف طلعوا مع، هلا هن حلوين بس إنه كيف لونهم مع الطقم. هلا انا بصراحة لقيتهم حلوين، اللي تحتهم المادة ضايجة صحيح يعني، بس هي مؤقتة هي المادة، ممكن يجي ببالي غيرها وحط فروة يعني كمان بتطلع احلى، بس يعني مبدئيا اللون حلو لابق مع الصالون. والفوانيس طقم الفوانيس مثل ما شفتوا حطيتهم بزاوية الصالون هيك بالصدر، حبيت يكون الزينة كلها بالصدر مناح الشاشة وطاولة الشاشة. ان شاء الله مع الايام كومودين الشاشة والسجادة حغيرهم. لا تروحوا لبعيد، بنهاية الفيديو حورجيكم الإضاءة وكيف طلعت الزينة وقت تعتم الدنيا شوي مع كاسة المتة. وهي كمالة الزينة، كنت جايبتها كمان للصالون بس حسيت إذا بدي حطها بالصالون حينعجق كتير، يعني أنا ما كان جايب بالي حط بالمطبخ زينة، بس قلت يعني جبتها وجبتها بعلقها هذا الحيط عندي، شفته مثل ما شفته فاضي فوق الطاولة، فحبيت علقها بهذا الشكل، هنا شكل فوانيس وهلال وجامع، فحسيتهم عطوا روح للمطبخ. وقبل ما نكمل الفيديو، إذا كنت جديدة على القناة لا تنسي تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل لحتى يوصلك مني كل جديد.
صبايا حبيباتي، ما تنسوني من لايكاتكم وهيك تعليقاتكم الحلوة مثل ما تعودت عليكم. يخلي لي قلبكم يا رب يسعدكم. أحلى عيلة والله وأحلى أخوات. اليوم حصت كتير واشتغلت كتير، فما صح لي اشرب اي مشروب من مشروباتي اللي بحبها، فقلت له اعمل كاسة متة ونقعد ندردش سوا نحن وعم نشربها. صبايا حابة ورجيكم فيديوهات هاي الصبية، عن جد رائعة هاي الصبية. لي فترة عم بتفرج على فيديوهاتها، وحتى سيلة عم تحط فيديوهاتها. سيلة كتير بتحب اليوتيوب على فكرة من زمان ومن هلأ، فبتحط هيك فيديوهاتها، يعني بتحط معاناة المرأة السورية، كيف عايشين السوريين، كيف عايشة ست سورية بسوريا. عن جد ترفع لها القبعة هاي المدام. هي ما شاء الله عنها مثقفة وكوتش برياضة، وحتى كمان هيك حكياتها كتير حلوين، وبحسها كتير قريبة مني لأنه حكياتها شامية مثل حكايتي. هيك الله يسعدها ويرزقها، وما شاء الله هي مو بحاجة دعاية ولا إعلان، لأنه هي ما شاء الله يعني قناتها كبيرة مانا صغيرة. فهيك حبيت إلكن عليها، إذا بتروحوا بتشوفوا قناتها وحبيتوا فيديوهاتها تفاعلوا عندها على القناة، لأنه عن جد محتوى يستحق المشاهدة. بتمنى منكم كلكم تروحوا لعندها هيك وتدخلوا لعندها وتقولوا انكم من طرفي. بعرفكم ما حتقصروا وما حتخجلوني معها. يخلي لي اياكم يا رب ويسعدكم. احلى عيله.